أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1724 حالة. كما أعلنت الوزارة إصابة 1017 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل 1039 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وذلك من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.